آمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا الحمد لله الكريم المنعم الذي لا تحصى نعمه ولا يعجزه مسائل السائلين ولا يبرهم إلا هذا العباد ولا يمسك ما في خزائن رحمته سنيته الأهدام والنفاد وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي لا موتي لما منع ولا مانع لما أعطى من الخير والإمداد أحمده سبحانه وتعالى وهو الذي بالحمد أولى وحق وأشكره عز وجل على ما جل من نعمائه ودق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العليم سيدنا وسندنا مولانا محمد المقصوص بأشرف الأديان المنزل عليه بحكم كلامك القديم وإذا سألك عبادي عني وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وعلى آله وصحابه المحافلين على اتباع سنته في السر والإعلان صلاة وسلاما يكونان سببا لتفريج الهموم وكشف الغموم وذهاب الأحزان ونسألك اللهم لا يا من لا يعلم قدره إلا هو ولا يبلغ صفته الواسبون ويا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويا من لا يشغله شان عن شان ولا يتبه عليه صوت بصوت ويا من يحيي العلام وهي رميم ويكسوها لحما بعد الموت كما وفقتنا لقراءة صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رضي الله تعالى عنه في هذا المحل فللا منك ومنا ويسرت لنا تلاوته ونسألك اللهم أن توفقنا للعمل بما جاء فيه عنك من المواهب والأحكام وبما رواه أئمة وبما رواه الأئمة ثقات عن رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام وأن تجعله حجة لنا لا حجة علينا في هذه الدار وفي تلك الدار وتدر على من نلبه وكتبه وقراه وسمعه صحائب رحمتك ورلوانك آناء الليل وأطراف النهار اللهم كما وفقتنا للعمل بما اختوى عليه من أذر وخير وآية ونور به أبصارنا وبصائرنا لنفوز من بركاته بالنهاية واقبلنا من الوقوع بالشك والوهم والجهل والغبلة والندامة وجعله لنا شاهدا عند الخلور بين يديك يوم القيامة اللهم إنا نتوجه بأوجه الشفعاء إليك وأكرم من نقسم بحقه عليك نبيك الطاهر النسب الكريم الحسب خير العجم والعرب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ونسألك اللهم ببلاغه عنك وقربه منك وجاهه المقبول لديك وبسائر الأنبياء والمرسلين وأهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين وبما تلوناه بما اشتمل عليه صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رضي الله تعالى عنه وبمن ذكر به من الرجال أهل الخصوصية والبوز والإكرام وبحملة الشريعة من علماء هذه الأمة وبالأولياء والصالحين الذين منحتهم بجزيل النعم إنعام وبمن خلر هذا المجمع من مقبول الدعاء ومحقق الاستقامة وبكل عبد أحببته من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والأمرال والأسقام وتزيل عنا الشكوك والأوهام اللهم أمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بسوء أفعالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika nastaghid. Ya Mughid aghdina. Ya Mughid aghdina. Ya Mughid aghdina. ونتوسل إليك بكل من نقسمنا به عليك أن تنصر الإسلام والمسلمين أن تنصر الإسلام والمسلمين أن تنصر الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم كمال الإخبار والوقاية والحماية والرعاية اللهم إنا نسألك كمال الإخبار والوقاية والحماية والرعاية اللهم إنا نسألك كمال الإخبار والوقاية والحماية والرعاية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم أن تدفع كل كرب أن تدفع كيد القوم للقوم الكافرين من أهل الأسي عن سائر البلاد المسلمين ونسألك اللهم وتفرغ إليك بجاه نبيك بيتك الذي جعلته قبلة لعبادك وأكرمت بجواره من اخترهم من عبادك ونتوسل إليك بالأمين وبسائر الأنبياء والمرسلين أن تنصر المسلمين على الكفر أعداء الدين اللهم انصرهم نصرا تعز به الدين وتنجز به وعدك وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين عليهم على ممر الأعوام والسنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وجعل في قلوبهم الإيمان وثبتهم على بلة رسولك وأوصيهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم وانصرهم على عدوك وعدهم إله الحق وجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم اللهم قل عددهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل العذاب العليم إليهم اللهم ارمهم بسهمك الصائب واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف وسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأعمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته أعداءك إنصارا لأوليائك ورسلك وأنبيائك اللهم انصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء لا فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم مكن الأسوى ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أدنا عمل الرجاء وفوق العمل يا من بفله لبله نسألك اللهم العجل العجل الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد على يوسف على يعقوب يا من كشف الهر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت أعمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعدت غارة الأرهام وابتعدت عنا فأصر شيء غارة الله يا غارة الله هذي سير مسرية في حل عقدتنا يا غارة الله إن ابتعدت غارة الأرهام وابتعدت عنا فأصر شيء غارة الله يا غارة الله هذي سير مسرية في حل عقدتنا يا غارة الله
إن ابتعدت غارة الأرهام وابتعدت عنا بأسر وشي غارة الله يا غارة الله خذي سيرة مصرية في حل وخدتنا يا غارة الله عدت العدو يا غارة الله عدت العدونا وجاروا رجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الكاملة والخلة الصافة الواسعة والأنوار الساتعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية وفك وسامنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمواهب الفضل والمنة اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وهذه أيدينا إليك بذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم احفظنا من الوباء والأمراض والأسقام واكشف عنا الغلاء وازل عنا الشكوك والأوهام اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا غنيئا مريعا عزقا مجللا صحا طبقا دائما نافعا غير ضار اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انبت لنا الزرع واحرق أجر لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم ونعوذ بك من الذنوب التي تغير النعم ونعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم ونعوذ بك من الذنوب التي تزل الأعز وتذلل الأعداء تذلل الأعداء اللهم أصلح الإمام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها فقابليها واتممها علينا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارخص أسعارنا وعزز أمطارنا واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا ودمر من أرادنا بسوء اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين أجمعين اللهم إن آمالنا إليك موقوفا واكفنا من البسط إلى من سواك مكفوفة فأفض علينا سحائب معروفك المعروفة ولا تصرفنا إلا وهذه الشدة مصروفة اللهم إنا جيران بيتك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا كشفت ولا دينا إلا أديت ولا ضالا إلا هديت ولا عائلا إلا أغنيت ولا عدوا إلا أخذلت
وكفيته ولا صديقا إلا رحمته وكافيته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فإنك تهدي السبيل وتجير الكسير وتغني الفقير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله